بس اخيرا ابويا وامي مش في البيت وهقدر اكل الاندومي براحتي. ايه ده؟ مين اللي اكل الاندومي ده؟ يبقى هو مفيش غيره، هو مفيش غيره. انت يا سيف تلا. اسف يا سيف، بعدين انت بتزعل ايه يا عم انت؟ انت اللي كلت كيس الاندومي بتاعي اللي في الدرج؟ كيس الاندومي اللي كان في الدرج هنا؟ لا ما ماليش علاقه بيه. لا لا ما اكلتوش انا. لا طب حلو قوي، انا هعرف دلوقتي اذا كان لا ولا هو. تعال يلا حط ايدك هنا. هو ايه اللي حط ايدك هنا؟ انا مالي؟ ايه ده اصلا ده؟ حط بس حط ايدك اهو. رد عليا بقى، انت اللي كلت كيس الاندومي بتاعي اللي في الدرج؟ الاندومي يا ابني، ما قلت لك يا ابني ما اكلتوش يا ابني. اندومي ايه ده اللي انا اكلته؟ ايوه كده، الله اكبر، زهر الحق وفاسق الباطل. هات يلا هات فلوس كيس الاندومي اللي انت اكلته ده. يلا يلا هات 5 جنيه. يا عم انت عبيط، ما قلت لك ما اكلتش حاجه. انا ايه ده؟ ده جهاز كشف الكذب يا حبيبي، وطالما كهربك كده يبقى انت كذاب. هات بقى ال 5 جنيه وانت سكت عشان ما اعملكش مشكله في البيت هنا. ايوه عليك يا سيف، ايوه عليك يا سيف، انت بتدخل ما بيننا اجهزه؟ ماشي يا سيف، امسك يا عم امسك. هات هنا رايح، محدش هيكذب في البيت ده.